ديال الذهب. كاين هذا البغاصلي هذا اللي جاي بلدي على هذا الشكل هكا، الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم، 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال، 110,000 ريال اللي هي 550 اورو. كيجي بغاصلي بلدي على هذا الشكل وانيق، 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال، 550 اورو. عافاك اخويا، بغيت داك الشرط ديال 197. مرحبا اختي، ها انت هي ديال 187، 187 هذه ماشي 197,000 ريال، 187. الدوره ديالها 21 هاكا من لهنا لهنا 7 سنتيم، الثمن ديالها 9350 درهم، 9350 درهم. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 9350 درهم. اما هذا راه داير الثمن ديالو 5500 درهم، 110,000 ريال اللي هي 550 اورو. كاين هذه ب 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال، 800 اورو. 800 اورو هذا الموديل هذا اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. وكاين هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 5500 درهم، 110,000 ريال. فراشه قلنا لك اختي واش ديال العنق ولا اليد؟ 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال، 550 اورو. هذا الذهب 18 كاري كيبيعو الذهبيه كاملين دائما معكم وسيم من مجوهرات السلام، اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كاره، وكنديرو لا ليفغيزون للمغرب كامل. يعني فيما كنتي في المغرب كنصيفطو لي كوموند. كاين هذا ب 5500 درهم، 110,000 ريال. اما هذا راه الثمن ديالو 8000 درهم اللي هي 160,000 ريال، 800 اورو. كاين هذا الثمن ديالو 5500 درهم اللي هي 110,000 ريال، 550 اورو. اما هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 9350 درهم. والسنس العنق خريشات ام الخير، مرحبا على رسول العين. هذا الثمن ديالهم وسيم شي اونصم كاين اختي موجود، الثمن ديالهم اللي هو 9350 درهم، 9350 درهم. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. الناس اللي كيقلبوا على اللي بغاسلي ديال 3 اوات، 3 اوات اللي رائعين وزوينين اللي على هذا الشكل هكا، الثمن ديالهم اللي هو 6900 درهم. كاين هذا الموديل الاول، هذا اول موديل الثمن ديالو اللي هو 6900 درهم، 138,000 ريال. ها هو 138، كيجيو مسيغتين بالحجر هكا، هنا راه فيهم حجيرات وجايين هنا منقوشين نقش بلدي والصح والعمل. بالنسبه للدوره ديالهم هذا الثمن ديالهم اللي هو 6900 درهم، الدوره ديالهم 5.5، يعني الناس اللي كيلبسوا 17 وصافي هما اللي يقدوا يجيوهم. هذا الثمن ديالهم اللي هو 6900 درهم، 690 اورو، 6900 درهم، 690 اورو. اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه ومرحبا. خاتمة الجاكوار كورميت ديال اليد ديال الفراشة، لا ما عنديش اختي، ما كاينش ديال الفراشة اليد، الثمن ديال لا كورميت 6900 درهم، لا ما كاينش اختي، كاين براسلي الا بغيتي غنوريه لك. 6900 درهم هي 690 اورو تقريبا، 3 ديال لي براسلي. يلا بارطاجيو معنا، بغينا كلشي بارطاجي هاد اللايف اليوم ان شاء الله ومرحبا بكم. كاين هاد الموديل عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل عليك رسول الله. اختي ماريا الله يحفظك، هادي الثمن ديالها اللي هو 6900 درهم، 690 اورو، 6900 درهم هي 690 اورو، 138,000 ريال، 138,000 ريال. اللي عجبات شي حاجه يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 138,000 ريال هي 6900 درهم، 690 اورو، ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. اللي بغا يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. القياس ديالهم اخويا ادريس فيهم 21، 7 سنتيم، يعني هاد راه دوره كبيره فيهم، كيدخلوا في اليد، يعني هادو ما كيتحلوش، هادو 7 سنتيم قل شي شرطه فيهم. ولكن الا دورنا لهنايا ها انت كيفاش كتشوف 7 سنتيم لاصقه، ها هي 7 سنتيم كتجي ناضيه. هادي الثمن ديالها اللي هو 6900 درهم، 690 اورو، 690 اورو، موديل غزال وثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. بغيت كلشي ان شاء الله يتقدى الذهب هاد النهار ومرحبا بالجميع. كيف تقديتوا لي غادكم؟ بغيناكم تقداو من عندنا حتى هاد لي موديل هادو. كاين هذا الموديل هذا، هذا الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 7500 درهم، هذا 7500 درهم اللي هي 750 اورو، 750 اورو، ثمن جد مناسب. كيجي موديل مودرن 7500 درهم اللي هي 150,000 ريال، 150,000 ريال. هالقياس ديالو دوره صغيره فيه الناس اللي عندهم ليديدات صغار. هذا الثمن ديالهم اللي هو 7500 درهم، اللهم صل عليك يا رسول الله على العتيق الله يحفظك. الثمن ديالهم اللي هو 7500 درهم، 750 اورو، 150,000 ريال، 150,000 ريال اللي هي 750 اورو. كيجي على تشكيل خطير وزويون وثمن جد مناسب فيه. 7500 درهم اللي هي 150,000 ريال، القياس ديالو تقريبا شي 6 سنتيم، 6 سنتيم تقريبا. 7500 درهم اللي هي 750 اورو، ها هو غزال هذا الموديل. يلا بارطاجيو معنا اللايف وشكرا لكم بزاف.
الله يعطيكم شي رزيق سالمان ان شاء الله تتشرو عندنا الذهب. كاين هذا الموديل هذا الثمن ديالهم لي وحده نشوف هادو دقيق لين هادو الثمن ديالهم لي هو 12850 درهم 12850 درهم 12850 درهم. اتصلت بك ولكن الكلمه هي الكلمه ربي اللي عليه حشمنا معك. الله يحفظك اختي مريم محل محلكم اختي الله يسهل عليك الله يحفظكم. 12850 درهم اللي هي 167000 ريال 157000 ريال هي 12850 درهم. كيجيو ثلاثه ديال لي بغاصلي بلديين خطيرين مضوبلين من داخل الصح والعمل وثمن جد مناسب 12850 درهم اللي هي 137000 مليون و57000 ريال. هالقياس ديالهم اللي بغاهم دير لهم سكرين ومرحبا. 12850 درهم 12850 درهم اللي جا من الاول بالصحه والراحه. وانا اليوم عاودت اللايف د البارح ونسيت البيض تحرق ليا كيتسلق. ايوا الله يسمح لنا منك لا انا الله يلا قالك تحرق البيض. الثمن ديالهم اللي هو 12850 درهم اللي هي مليون و37 الف مليون و57 الف ريال. هادو دي موديل رائعين وثمن جد مناسب فيهم. كاين هاد الموديل هذا الثمن ديالو اللي هو 10000 درهم اليوم دايرين له غير 9500 درهم 9500 درهم اللي هي 950 اورو اللي هي 190 الف ريال. جايين ثلاثه ديال اللي بغاس لي موديرن بالنسبه للعرايسات ولا الناس اللي باغيين يبرعوا راسهم مسيغتيين بالحجر. الثمن ديالهم اللي هو 9500 درهم 950 اورو اللي هي 190 الف ريال. بالنسبه لنا ديال لي فريزون باك امانه ولا بغيت شي حاجه كتخلصيها الدفع عند الاستلام كيجيب لك ليفرو كتخلصيك كل زين بيت. انا كنبقى هذا الثمن ديالهم اللي هو 9500 درهم 950 اورو اللي هي 190 الف ريال. عندنا الخوات من فاطمه الزهراء مرحبا. 9500 درهم هي 950 اورو اللي جا لهم الاول بالصحه والراحه ومرحبا بالجميع. هذه دابا الثمن ديالها اللي هو 19200 درهم 19200 درهم اللي هي مليون و 19200 درهم مليون و 100 مليون و 184 الف ريال مليون و 184 الف ريال. سبعه ديال الخيوط مليون مليون و 184 الف ريال. واحد اللعيب مليون و 184 الف ريال. اللي بغى ثلاثه مرحبا اللي بغى اربعه مرحبا. بحال هادو واحد السيده راه دات اربعه منهم بقاو لنا ثلاثه. الثمن ديالهم اللي هو 9350 درهم 9350 درهم. اما هادو الثمن ديالهم 19200 درهم 19200 درهم. اللي بغاو يدير لهم سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 19200 درهم اللي بغى شي حاجه يدير لها سكرين ومرحبا. كاينين هادو ب 8000 درهم اللي هي 800 اورو اللي بغاو يدير لهم كابتور ديكرون ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. بالنسبه في الاخر اللايف غنوريكم لي موديل اللي دايرين فيهم بروموسيون كبيره في لي غافينيتي. اللي بغى يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. راه عندنا دائما الاثمنه اللي جد مناسبه. كاين هذا الثمن ديالو 3700 درهم 3700 درهم 370 اورو تقريبا 3700 درهم 6.7 فيه في القياس 3700 درهم اللي هي 370 اورو 370 اورو. هذا الموديل اللي عجبات شي حاجه ب 6000 درهم. كاينين اخي ولا اختي ايه 3700 درهم اللي هي 370 اورو 74000 ريال 74000 ريال. هذا الموديل اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 3700 درهم هي 370 اورو. يا انا برعتكم بالموديلات الغزالين هذا النهار. نتمنى غير تبارطاجيو معنا اللايف ان شاء الله باش كلشي يكون للمستفيدين في هاد لا بروموسيون ديالنا. بالنسبه لهذه هذه عندي من جوج حبات غندير في وحده اللي غندير فيها بروموسيون. هذه وحده اللي غنديروا فيها بروموسيون غنشوفوا شحال. هذه الثمن ديالها اللي هو 4000 4850 درهم 4850 درهم اللي بغا يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 4850 درهم هذه كانت ب 5500 درهم دابا الثمن ديالها 4850 درهم 485 اورو تقريبا 485 اللي جا لها الاول يدير لها سكرين ومرحبا. 4850 درهم هذه غافينيتي شي حاجه اللي صحيحه كانت ب 5500 درهم اليوم الثمن ديالها اللي هو 4750 4850 درهم. كاين هذا الموديل هذا اللي مسيغتي بالحجر
هذه الثمن ديالها اللي كانت 2800 درهم اليوم دايره غير 2600 درهم ناقصه 200 درهم فيها 2600 درهم 260 اورو. اللي بغاهم يدير لهم سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا انتم الكبار ديالك فاش كتبان انا ما كنبغيش نقرب للكاميرا. 2600 درهم واسم سيفت لي التقديه ديالي عند دار عمي باش يطلعوا لي الصخره راني سيفت لك لاطي. صافي اختي هويا متى ندخل بلاتي البريفيو صافي غدا ان شاء الله نقد سيفت لك. غير هي ما غتوصلك حتى للثلاث يعني الا ما وصلتك السبت توصلك الثلاث. 2700 درهم 54000 ريال هذه ب 54000 ريال. يلا اللي بغا يدير لا سكرين ومرحبا بالجميع. ها انتما 54000 ريال ها الكبر ديالك كيفاش كتبان لكم في مسطره باش ما يبان لكمش الكبار ولا شي حاجه. المهم راه كبيره وعاطيه للعين. الثمن ديالها اللي هو 4700 درهم 54000 ريال. يلا بغينا البارطاج البارطاج البارطاج. اللي بغى شي حاجه يتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. يلا بارطاجيو معنا اللايف وشكرا للجميع على البارطاج ديالكم. واللي بغى واحد الحلقات اللي رائعين شي حاجه زوينه ها هما انا نوريهم لكم الثمن ديالهم. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3300 درهم 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 330 اورو. كيجيو كبارين قد هكا 3300 درهم ها هو القياس ديالهم من لهنا لهنا 3300 درهم 5 سنتيم تقريبا. 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 330 اورو 330 اورو بروموسيون. هادو الثمن ديالهم اللي هو 3300 درهم اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا. 3300 درهم اللي هي 66000 ريال اللي هي 330 اورو. والله الا كان فوجي معاك خويا وسيم الله يجمعنا في جنه الفردوس الاعلام جنه يا ربي يا ربي العالمين. اختي خديجه الله يحفظك هادشي اللي كاين والله الا اللهم لك الحمد حنا والله الا كان فوجي معاك. 3300 درهم اللي هي 66000 ريال 330 اورو 330 اورو اللي هما حلقات كيجيو كبارين. هادو راه دابا جبت من الحلقات كنقولها ولكن زوينين في اللبسه ديالهم كيجيو خطيرين. بالنسبه للسيده اللي كانت كتسولني قبيلات على الفراشه هي عندي واحد الفراشه هذه الثمن ديالها اللي هو 3800 درهم 3800 درهم هي 76000 ريال 380 اورو. هذه بروموسيون واعره ب 3800 درهم هي 76000 ريال 380 اورو 380 اورو هي 76000 ريال 380 اورو. مشيت عندو المحل الله يعمرها هذا ضريب بزاف والله. لا ماريا الله يحفظك اختي الله يسهل عليك الله يرحم الوالدين. هذه الثمن ديالها اللي هو 3700 قلت لك 3700 ولا 3800 3700 درهم 100 درهم راسك طراك 3700 درهم هي 370 اورو. انا ماشي كنفوز انا راه العيد عندي الله يحفظك ام خالي الله يسهل عليك. ريها بوغر هاد بابليون ماريها ما فهمتش اختي صباح. بالنسبه للغافينيتي هي مازال وحده فراشه فيها اونصومبل هادي اللي وريت دابا لا ما عنديش اونصومبل اختي. هادي الثمن ديالها اللي هو 2500 درهم 50000 ريال 50000 ريال. هذا الموديل اللي هو 250 اورو اللي هي 50000 ريال. اللي عجباتو يدير لها سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 50000 ريال هذه بقات لنا وحده ديال غافينيتي اللي بغا يدير لها سكرين ومرحبا. 2500 درهم هي 250 اورو 50000 ريال. لا اغلى على مسكين كيف قال السي محمد. هذه الثمن ديالها اللي هو 4500 درهم 4500 درهم. هذا الموديل كي كتشوفوا هادشي تيحمق الله يرزقنا باش يا ربي امين تبارك الله كلشي زوين خاص غير داكشي اللي كاين الله يجيب شي رزق سالم اهل ليكم كاملين. هذا 4500 درهم اللي هي 90000 ريال كتجي على تشكيل فيها ليمونتيكون هكا فيها رويال وفيها ديمونتيكون اللي صحاحين ما كيتبومباوش. 4500 درهم اللي هي 90000 ريال 90000 ريال. هذا الموديل اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. 90000 ريال هذا الموديل اللي خطيره اللي عجباتك دير لها سكرين ويتواصل معنا سير واتساب ومرحبا بالجميع. خلاص واحد الكورميت اللي كانوا وصاونا عليه فين هذاك الرويال ديال السيده اللي في هذا في البساتين ديك الرويال اللي صوبتي نصاونا لها هاي رويال واحد السيده نوريها لكم نديها لها دابا. هادي من مكناس ها هي كيفاش كتشوفوا هادي راه مصوبه ب 5000 درهم بحالها بحال اللي دات السيده داك النهاريات.
الثمن ديالي هو 5000 درهم، هذيك ماشي ديالي كدير ليها الاشهار اللي عطيني جاك. شنو هي؟ ما عرفت شنو هي اختي ماريا. التليفون نهار كامل هو ساكت، دابا عاد كيغوت ويلا قطعنا على السيد. هذا الثمن ديالو اللي هو 5000 درهم، هذه 5000 درهم اللي بغا نصابلو بحالها. هذه كنصابها اغلبيه سيغ كوموند، كنصابوها ديجا كتكون شويه المهم مهوراها يعني شي حاجه ثقيله. الثمن ديالي هو 5000 درهم. مجلس قريت في مكناس دابا في الغربه، الله يسهل عليكم كاملين. هذا الثمن ديالهم اللي هو 5000 درهم اللي هي 100000 ريال 500 اورو. 500 اورو هذا الموديل اللي بغا يدير السكرين ويتواصل معنا سيغ واتساب ومرحبا. 5000 درهم. ايوا يا محمد جبنا البراسلي كتبيع بالجرام. لا سناء اللي غاتكون شرا 3-7 هما اللي كنبيع على الجرام، حتى الاخرين الا بغيتي نبيعهم الجرام اللي كنت كتعرفي في الدبل نقول لك الجرام. الله يا ربي المضمه فين هي هاد المضمه؟ ما عندي بو مضمه هنايا. عندنا هاد الموديل هذا بقات لنا حبه منو 3100 درهم. هذا ب 3100 درهم تبارك الله كلشي زوين كما تشوفوه في الصوره كيف الحقيقه والله شاهد. الله يحفظك اختي ماريا شكرا لك وتحيه لك. هذه الثمن ديالها هو 2600 درهم 260 اورو، ماشي 260 اورو، 3100 درهم هي 62000 ريال 310 اورو. 3100 درهم هي 62000 ريال اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 3100 درهم هي 62000 ريال. 3100 درهم هي 62000 ريال. 62000 ريال اللي هي 310 اورو اللي عجبها يدير لها سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 3100 درهم اللي هي 62000 ريال، ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. واللي بغى شي حاجه مرحبا الف مرحبا به. شري ثلاثه هما اللي دوزنا لكم. انت سميتك بحال سميت ولدي وما كتجاوبنيش خولة وسيم الله يحفظك. بالنسبه ماشي ما كنجاوبكش دابا في لي كومونتير، انا راه ماشي راني كندوز لكم كنشوف شنو ندوز لكم بعدا عاد كنشوف لي كومونتير. دابا هانتوما راه كنترون، راه الناس اللي جاو عندنا الصباح راه شافونا معاش كنحطو السلعه ومعاش كان هذا. راه الله يحسن العون يد وحده. زيرو فرانك زيرو اورو اسي وزين كيجيزي كتعرف ايا هذيك. السلام وسيم سيت اللايف اليوم كلشي غزال لوح ليا شي سلسله رخيصه عندك تشوف تم. مرحبا لاله جهاد على الرسول. ها هو شانيل كيف جبناه ليكم، ها هو كيفاش كتشوفوا البغاسلي ديالو اللي كيجي خطير. البغاسلي اللي رائع وثمن جد مناسب فيه، وكاين فيه لونسومبل ديالو اللي على هذا الشكل هكا. الثمن ديالو اليوم كاين الغشان ما كاينش البارطاج بزاف، داكشي اللي كاين ما بارطاجوش معنا خصناش ندير لهم بروموسيون. كاين هذا الثمن ديالو كومبلي ب 16000 درهم اللي هي بمليون و 120000 ريال. مليون و 120000 ريال اللي 1600 اورو. كيجي اونسومبل زوين والثمن ديالو حتى هو زوين. الثمن ديالو هو 1600 اورو تقريبا، 1600 اورو ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. هذا كيجيب البغاسلي ديالو اللي على هذا الشكل من الداخل. هو ها البغاسلي ديالو الثمن ديالو اللي هو 16000 درهم مليون و 120000 ريال. مليون و 120000 ريال ديال الذهب 21 بحال الثمن، لا ماشي بحال الاخر زايد. الثمن ديالو اللي هو مليون و 120000 ريال اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. الخاتم ديالهم كيفاش كيبان؟ مليون و 120000 ريال هي 16000 ريال 16000 درهم. الصراحه واش يمكن ناخذ من عندهم ملي بدات بدا اللايف فاس. ما شاء الله السلعه طوب وتعامل رائع وكينصح الناس الله يرحم اللي ربى. الله يحفظكم والله الا كنقول للجميع الناس زعما ما عنديش الغرض نبيع ولا ما نبيعش. الرزاق الله رزقي كيجيني مي كننصح الناس كلشي كننصحوه اللهم لك الحمد هكا باش كلشي يبقى على خاطرو وتا حنا تا في النفس بنادم تلقاه مرتاح. الفقيسيه العديان ام غني غودي بوندونتيف بعدو شحال اخويا. اختي ورده واش بغيت بوندونتيف ديال هذا ديال شانيل؟ انا نشوفك شحال الثمن ديال هذا. الثمن ديالو 13000 درهم. البراسليه دوزناهم اختي عايده. هذا الثمن ديالهم اللي هو 13000 درهم. باين التعامل ديالهم مزيان غير كيجاوب الناس في الكومنتات ما فهمتش. المهم بالنسبه للجواب انا خدام بوحدي وداك الشيء علاش ما بقاو دائما نقول لكم خدام بوحدي صافي صبروا اللي بغى شي حاجه يصبر عليها صافي. واش حنا عندنا 30 يد. هذا ب 13000 درهم اللي هي بمليون و 60000 ريال 1300 اورو. هذا 13000 درهم اللي هي بمليون و 60000 ريال كيجيب البغاسلي ديالو على هذا الشكل هكا. 13000 درهم اللي هي بمليون و 60000 ريال هي 1300 اورو تقريبا.
1300 اورو. ها لونسومبل كيفاش داير، ها لونسومبل كيفاش داير ديالهم، حلقات وخاتم وبوندونتيف وسلسله. الثمن ديالو كومبلي ب 13000 درهم اللي هي بمليون و 60000 ريال. اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. شربيها هذا الدافيه تشربيها لا سخونه لا بارده. هذا الثمن ديالهم اللي هو 13000 درهم اللي هي بمليون و 60000 ريال، 1300 اورو. اختي دعاء شريت لها ديال السبعه، واخا انا نكمل لي زونسومبل وغندوز لك ان شاء الله شريت لها ديال السبعه. يلا بارطاجيو معنا، ندوزو لكم لي زونسومبلات الواعرين. ها هما دابا دوزنا جويجات، دابا واعرين. عندنا ديال ليبول اللي على هذا الشكل هكا، ها هو ديال ليبول، هذا خطير كيجيو فيه هكا، خطير وزويون. انا كنبعد باش تبان لكم الكاميرا مزيان. ها نتوما هذا كيفاش كيبان لكم. الثمن ديالو اللي هو 12500 درهم، مليون و50 الف ريال. هذا بمليون و50 الف ريال هي 1250 اورو. 1250 اورو اللي هي 12500 درهم. كيجي بالبغاسلي ديال بالكوغميت ديالو اللي على هذا الشكل هكا، 12500 درهم. سي حسن عندنا الدافع عندي عندي السلام. والله اختي كيجاوب ربي شهاد عليه، غير صبري اختي عاودي كتبي ليه راه يجاوبك، حيت الضمير بوحدو ربي يسهل عليك تخدم داكشي اللي كاين. اللي بغى شي حاجه كيصبرها عندنا، حنا ما كنقولوش حنا هما الذهبيه اللي كاينين، مي حنايا كنعطيو احسن ما عندنا باثمنه جد مناسبه، وهادشي اللي كنقولو. هادشي اللي كاين اختي سعاد، الله يسهل عليك، الله يجيب لي يقول كلام الحق. هذا الثمن ديالهم 12500 درهم. هادي 12500 درهم اللي هي 1250 اورو. 12250 درهم اللي هي مليون و50 الف ريال، مليون و50 الف ريال. ولكن كيجي اونصومبل خطير. ندوز لكم اونصومبل ديال جاكوار، اللي ما شاف شي حاجه مزيان يقول لي عاودها لي نعاودها لكم، هنا ما كاين حتى مشكل. هادو الثمن ديالو اللي هو 19500 درهم، كيجي بغاسلي ديالو، ها هو غورميت. 19500 درهم اللي هي مليون و50 الف ريال. كيجي الخاتم ديالو اللي خطير على التشكيل هكا، كيجيو الحلقات اللي تقالين، يعني الحلقات راه تقريبا انا كنقول هذا راه الثمن براسلي فيه. ها نتوما الحلقات اللي تقيق لون زويونين والصح والعمل. ها نتوما كيفاش كتشوفوا، ها هو لونسومبل كامل بلاصه الكوليا، هو كيفاش داير فيه الشنيشنات هابطين. الثمن ديالو اللي هو 19500 درهم، مليون و190 الف ريال، 1950 اورو. واخا انا نعاود لك شانير لالا ام نور، لالا ام انوار، ام اونوز، هي هذيك 19500 درهم اللي هي بمليون و190 الف ريال، مليون و190 الف ريال. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا بالجميع. هو اختي ديال شانيل لا بغيتي، ديال شانيل هو هذا. الثمن ديالو اللي هو 16000 درهم، مليون و120 الف ريال، مليون و120 الف ريال. لا بغيتي على الراس والعين اختي، على الراس والعين. ندوز لكم لونسومبل لي زويون ديال 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 جاكوار. ها البغاسلي ديالو كيفاش كيبان، هذا هي الغرب الله يعيننا عليها، ولكن لازم معايا نكون خايب كيف كندير انا اختي، الله يسر هذاك الشيء اللي كاين. اصبروا معنا ان شاء الله، دابا تيسهل الله نديروا معنا شي خمسه د الناس يبقى تقولي السلام عليكم، يقول لكم وعليكم السلام. هذا الثمن ديالو اللي هو 22500 درهم، جوج المليون و50 الف ريال. فيه بغاسلي، فيه بغاسلي اللي ها انتم كيفاش كتشوفوا الخاتم ديالو كيفاش داير، والبغاسلي كيفاش داير. الثمن ديالو هو 12500 درهم، لي 22500، 12500 درهم، يا ربي 22500 درهم لي بمليون و50 الف ريال، مليون و50 الف ريال. كيجي بغاسلي على هذا الشكل، والخاتم ديالو اللي خطير، شوف شو كي داير، عنده عينين موكا. الثمن ديالو هو 22500 درهم، مليون و50 الف ريال، مليون و50 الف ريال. اللي بغى يدير له سكرين ومرحبا الف مرحبا بكم. 12500 درهم، جوج المليون و50 الف ريال. هذا جوج المليون و50 الف ريال اللي هي 22500، 2250 اورو. اللي بغى يدير له السكرين راه بالبغاسلي ديالو كيتحل على هذه الطريقه، مليون و50 الف ريال. هو اللي بغى يدير له السكرين ومرحبا. عندنا هذا الموديل ديال ليبول اللي على هذا الشكل هكا، الثمن ديالو اللي هو 3000 درهم، 60000 ريال. 3000 درهم اللي هي 60000 ريال. هادشي فاش حادك اخويا سهيل ولا سهيب، ما عرفتش انا، زايد واحد 800 درهم، ما زايدناش، راه ما زايدينش. كنقول له لا كنت كتسمع مزيان، راه كنعطيو غير تقريبي، ما كنعطيش بالاورو، ما كنتخلصش بالاورو، ما عندي ما ندير بالاورو، عندي انا خصني درهم ديالي، انا خصني 4000 ديالي الزرقاء بخير، ما عندي ما ندير شي اورو، اورو زعما كنقيل بالراي انا. وحق الله الاورو كنلقى فيه الكسور، انا باش تصرفتو داك النهار لقيته طايح، خليت شي 200 درهم واقيله فيه، علاش ما كتجاوبش في واتساب؟ غير ما كنتش انتريسي ما كنجاوبوش اختي دغيا،
يعني الا كان الميساج مره واحده خصك ضروري تصيفط المره الاولى، مره الثانيه الثالثه، ديك الساعه عاد ممكن تقولي ما كنجاوبش. هذا الثمن ديالو هو 3000 درهم 3000 درهم 60000 ريال، اللي هي 3000 درهم اللي عجبو يدير السكرين ومرحبا و1000 مرحبا بكم، مرحبا و1000 مرحبا 3000 درهم. اللي بغى شي حاجه يتواصل معايا سي واتساب، راه كنقولها لكم دائما، والاثمنه راه عندي جد مناسبه وفي متناول الجميع. كاين هذا الموديل، هذا الثمن ديالو اللي هو 160000 ريال 8000 درهم، 160000 ريال اللي هي 800 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. 180 اورو اللي هي 160000 ريال اللي بغى يدير له كابتور ديكرون ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. شحال هذاك الباغول البلدي اللي فيه الحجر، واخا خصني انا ندوز لك على السميه. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، فيه حلقات وخاتم وبوندونتي في الكتجي على الشكل هكا. ها هو كيفاش كتشوفوا، فيه البغاسلي على التشكيل هذا ديالو. الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم 160000 ريال، كيجي غزال وزوين وثمن جد مناسب. هذا بالنسبه للعرايسات، هذا دايروا اوف للعرايسات بلس كنعطيهم حلقات ديال الدابل اللي كيجيو على شكل طوانق، والثمن ديالهم راه جد مناسب. مرحبا بالجميع، ندير لنا الشارجو رايكم. هذا الثمن ديالو بالنسبه للعرايسات ولا الناس اللي باغيين يلبسوا. ان شاء الله بوكو با تسال حسن من الغرب، والله مرحبا بك عندي. الله يحفظك اختي ورده، شكرا لك بزاف والله. الله ينوركم، الله يسهل عليكم. صيفط لي فلوس هاد داكشي باش شريتو، ماشي صيفط لي شي سرك الناس اللي كيعرفوا شتا درهم كيقول لي داكشي اللي كنقول. انا كنتخلص غير بالدرهم ديالي، انا ما كنمشي برا، ما كنخرج على مكناس جالس في دارنا وفي الحانوت. هادي هي خدمتي، ما عندي ما ندير شي اورو، ما كنخرجش حرام عليك اخويا، ما حرامش علينا. رايح هذا الثمن ديالو اللي هو درنا التليفون يتشارج الله يسهل. هذا ما كاينش الكابل تمايا. هذا الثمن ديالو اللي هو 8000 درهم، حتى هو ب 8000 درهم اللي هي 160000 ريال. نوض تخدم اوسي، انا خدام، انا راني خدام معاكم. هذا ب 8000 درهم اللي هي ب 160000 ريال 800 اورو، 800 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. ها حتى راه صعيب ماك لا لا حياه. الله يحفظك اختي، شكرا لك بزاف. شي براسلي كاينه للناديه، مرحبا. هذا الثمن ديالو هو 160000 ريال. قرب لي المهم، راه داك الساعه الله يعطيك العافيه. هذا الثمن ديالو هو 8000 درهم 160000 ريال، 160000 ريال اللي عجبو يدير له السكرين ومرحبا. 160000 ريال 800 اورو، ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. بالنسبه لهذوك من الجمله عطوني، بالنسبه لهذوك نو لا فهمت والو، مشيت نشوف الطاجين، جيت لقيت الحيوانات والحديقه ضرني راسي، راه المليح هادشي يا لاله خديجه المليح. كاين موديل واحد اخر اللي كيجي هكا فيه سلسله هاد الحضور، هذا حطاري الثمن ديالو اللي هو 15000 درهم مليون ونص. هكا صاحبي نوض هذا، نوض حرك شي شويه يدك وذكر الله. الثمن ديالو اللي هو 15000 درهم مليون ونص مليون ونص اللي هي 1500 اورو، ثمن جد مناسب اللي هو فيه. هانتوما هذا الموديل، هذا فيه شوبر لي كبيره، الثمن ديالو اللي هو بمليون ونص 15000 درهم، فيهم بغاسلي وفيهم حلقات وفيهم لكن غادي تزرزيني غير في القهوه، غير جلس تما نجيبها لك حتى المحل ونخلص الكريدي ديال ايمن ان شاء الله. ان شاء الله لاله مريم مرحبا، انا خلص عليك القهوه. ياسي يا خويا ديما خارج على الموضوع، الا جيتي جاوب كل واحد ما عجبكش التعليق ديالو هو صافي، وحق الله الا بقينا هنا خلونا خدامين. هذا الثمن ديالهم اللي هو 15000 درهم مليون ونص، مليون ونص اللي هي 1500 اورو اللي عجبو يدير له سكرين ومرحبا. 1500 اورو ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. 15000 درهم اللي يبغى شي حاجه يدير له سكرين ويتواصل معنا في واتساب ومرحبا. ها تعرف الحديقه نتايا، حديق حديق يا ودي السي ايكو، فيه الله يعطينا وجهك نديرو بيه شي مشروع الطاقم غزال. هو المليح عاوتاني جبتو ليكم. كاين هذا الموديل، هذا اللي هو الثمن ديالو 1500 درهم 30000 ريال، خويت مزوين وحليلو في اليد. الثمن ديالو 1500 درهم 30000 ريال 150 اورو، اللي بغاس لي ديرهم بلاصتو. 1500 درهم اللي هي 30000 ريال 150 اورو، اللي عجبو يدير له سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. 1500 درهم 30000 ريال ملي قلت كاين هذا 2200 درهم اللي هي 2200 درهم 44000 ريال، 44000 ريال اللي بغاهم يديروا السكرين ومرحبا و1000 مرحبا بكم. كاين هذا الموديل ديال لي بول كامل، واش طفيت الميزان ولا كيف؟
كاين هذا الموديل ديال ليبول اللي جاي داير كامل، هذا موديل ديال ليبول اللي كيجي خطير وثمن ديالو اللي جد مناسب وفي متناول الجميع. حاول ما تبقاش دير هذا مع هذا ما يتفجروش. كاين هذا ديال ليبول الثمن ديالو اللي هو 56000 ريال، 56000 ريال. اللي عجبو يدير السكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا، عقلوا معايا على الاثمنه 56000 ريال. كاين هذا ديال الكلو عندي جويجات منهم، هذا خلاص واحد غدا نصيفطوه للسيده مي ما توصلش به حتى نهار الثلاث. هذا الثمن ديالو اللي هو 4000 درهم 80000 ريال. وسيم سعدات العروسه اللي غتزوج بك غتسرقها ذهب، او دير الله يرزق، الله يرزقنا غير القناعه في القلب. ما الذهب راه كلشي، راه الذهب هي زينه والله يرزقنا غير القناعه. اربع ها رجالاتكم كتسمع دابا الله. الله زويت شويه والله تايا. شوف دابا هذا مابقاش كيشد، هذا كنديرها كتهبط بوحدها الفوندو تاع كت فريام. هذه الثمن ديالها اللي هو 4000 درهم 80000 ريال، 400 اورو. شوفوا الهبال ديال الخويت مات الفنين، ها هما كيفاش دايرين. يلا برعوا لي عويناتكم وبرعوا لي ديداتكم، والثمن راه دائما جد مناسب. ماشي براس لي هذوك راه خوات ما صح. ها انتم المليح عند وسيم من مجوهرات السلام، الاختصاص ديالنا وبيع الذهب 18 كاره، وكنديروا لا ليفريزون للمغرب كامل. هذا الثمن ديالو هو 60000 ريال، هذا 3000 درهم اللي هو 3000 درهم 300 اورو، وهذا الثمن ديالو 4000 درهم 80000 ريال. اما هذا راه تقيقل هذا الثمن ديالو هو 5500 درهم، 5500 درهم، وهذا ب 30000 ريال 1500 درهم، وهذا الثمن ديالو 4000 درهم 2200 درهم، 3300 درهم، وهذا الثمن ديالو اللي هو 2800 درهم، 56000 ريال، هي 280 اورو. اللي عجبو يدير لو سكرين ويتواصل معنا سي واتساب ومرحبا. يلا الاثمنه راه جد مناسبه وفي متناول الجميع، ومرحبا والف مرحبا بكم عندي. يلا بارطاجيو اللايف وشكرا لكم على البارطاج، ومرحبا والف مرحبا بكم عند وسيم من مجوهرات السلام. الاختصاص ديالنا هو بيع الذهب 18 كاره، ولا ليفريزون للمغرب كامل. فيما كنتي في المغرب نصيفطك لا كوموند ديالك. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني فانت العفو الكريم. قول قولها قولها هايكو لا عفو غير يلا صاحبي حشومة عليك. تلقى صديق بحالي انايا، صديق صديق شي حاجه في شكال تقول لي الله يعفو عليا منك. يا ودي ودي صراحه ايش شينا انا راك احمق عليك. هذا الثمن ديالو اللي هو 10500 درهم، اللي هي 30000 ريال، 1050 اورو، اللي هي 1010000 ريال، 10500 درهم، اللي هي 1010000 ريال. اللي عجبو يدير لو سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. وعليكم السلام اختي ريتاج، 10500 درهم، اللي هي 1010000 ريال، 1010000 ريال، اللي هي 1050 اورو. شي حاجه روعه وجميل جدا وثمن جد مناسب فيه. اللي بغى يدير لو سكرين ويتواصل معنا في الخاص ومرحبا. الا كان في القدره ديالنا اختي عيون المان قد نوجدو لك، ما كاين حتى مشكل. هذا ب 10500 درهم، اللي هي كيتحل على الطريقه 10500 درهم، اللي هي 1010000 ريال. ومين كدير له هكا كيعطيك قليب. ها نتوما عمرك شتي لاحظتي هذا في هذا الخاتم؟ ها نتوما يمكن كتحل ليه هكا كيعطيك قليب. واعرض هذا البغاسلي، هذا الثمن ديالو هو 10500 درهم، اللي هي 1010000 ريال، 1050 اورو، ثمن جد مناسب وفي متناول الجميع. ومرحبا والف مرحبا بكم دائما عند وسيم من مجوهرات السلام. طوطو بسيون بغيتي كتفلق به تقد دير به، هذا جميع لي زوبسيون. كاين هذا بغاسل، كاين هذا غورميت وحلقات، وهذا ما فيهش غير بوندونتي في الثمن ديالو. 7000 درهم، هكا داير ب 7000 درهم، بكوغميت كبيرة. واش كدرب الذهب أو لا؟ الله يسر لكم إن شاء الله، سلعتكم كلها زوين. الله يبارك ختي نوراوي كنشريوه، مرحبا. الثمن ديالو اللي هو 7000 درهم، هذا كومبلي. اللي بغا يدير السكرين ويتواصل معنا سيغ واتساب. ومرحبا دائما بكم ومرحبا بالجميع. اليوم وصلنا لنهاية ديال الحلقة، وشكرا لكم بزاف، وتصبحوا على خير. الله يسر لكم أموركم حتى غدا إن شاء الله بإذن الله. غدا ليفغيزون غتكون لكم، وعواشر مبروك الله يدخل عليكم بالصحة والسلامة باش كتمناو إن شاء الله. الله يسهل اموركم، الله يسهل على الجميع، ومرحبا والف مرحبا بكم.